عمي انا ما عم تفهم ليش ما عم تسمعني. وانا عم اقول لك ما بنتي اسمعي روحي من وشي، يعني ما بكفي انك لحقتيني من الصبح. ما راح تروح، اقفلي هالباب ناجيه. ناجيه بعد هيك من وشي. عمي بس اعطيني فرصه لحتى احكي لك الافكار اللي عندي. ومين قال لك انه بدي اسمع افكارك؟ ناجيه بعديها علم شو عمي بترجاك اسمعني شوي، انا بدي صالحكم مع بعض. على مهلك ناجيه، شو عم تطحشي على الفرن؟ اسمعني شوي عمي، نبوش مو زعلت منك من تحت راسي انا. تمام، تركني صالحكم مع بعض واعملكن عرس وجوزكن ونقطكن ليرة ذهب. وكيف رح تسوي هيك؟ اسمع لقلك، كنت عم فكر انه بكره نعمل عزيمه عشاء كبيره لنبوش ببيتنا. رح نظبط ديكور هذا البيت ونعمل اجواء ونحط ورد وموسيقى وكل شيء بيطلع بايدنا، وانا رح فهم ناجيه كل شيء وهي بتظبط كل شيء وبتطبخ كم طبخه محترمه. بس انا بكره اجازتي مديحه خانم. لا ما حذرتي حبيبتي، هذا وضع طارئ، بكره عنا عمليه مهمه انا وياكي هون، الاجازات والعطل ملغيه حتى اشعار اخر. لا ما بصير الحكي، وبعدين هي المخلوقه لها شو ما أخذت إجازة. بنتي روحي على إجازتي، وانت اسمعي، شايفي الخطة اللي قلتيها هلأ؟ انت رح تنفذيها. أنا؟ ايه، ووقتها رح أقدر سامحي. وأنا رح روح خبر نبهات وإلا أنه بكرة هي معزومة عنا على العشاء، والخطة اللي قلتيها بتدوح، انت رح تنفذيها. يا الله شو هالمصيبة السودة هاي، كل الشغل رح يطلع من راسي أنا. أصلاً كله من تحت راسك أنتي. آخ أي أي، نبري روحي جيبي لي كولونيا قبل ما تروحي على إجازتك. يلا يلا لك أنا كيف بدي أشتغل كل هالشغل لحالي. الله يصطفل فيكي يا ناجية، ضروري تحكي قدام عمي إنه إجازتك بكرة. شمي من وين بدي بلش هلأ؟ أنا شو بيفهمني بقصص النفخ والطبخ والخضرة؟ هالمخلوقة شكلها بتفهم، رح ضل ماشية وراها. شو انتي امتصيتي بعيونك؟ عفوا ما انتبهت يا خانم. بتعرفي حاسستك ست بيت شاطرة، وبتعرفي شو المنيح وشو اللي مو منيح، يعني مبين من شكلك انك ست بيت مرتبة وشاطرة. شو هالمرة هي مجنونة؟ يي كأنه حكينا معها شي عاطل. شو فيها انا كمان ست بيت؟ ايه ست بيت ومرتبة وشاطرة. أهلين وسهلين أختي، تفضلي. شو بدي أخذ من هدول وقديش لازم أخذ؟ شو بدك؟ آخ انتفخ قلبي، مالي خلق لشي. حط حطهم كلهم. ما فهمت عليكي. حطهم كلهم، كل شي عندك، يعني لحم، عجل، خروف، جاج، بقر، سمك، حط لي إياهم كلهم، حطهم وخلصني يلا. هلا انا شو بدي اعمل بكل هدول الاغراض؟ احسن شيء اني احط كبجايه كبيره من كل شيء جبته بلا ما يطلع علي صيت الكنه البخيله. بعدين نباهات مبين من عيونها انها فجعانه، رح احط كل شيء على النار لحتى يغلي، بعدين بحط لي رشه فلفل، رشه ملح، وبوقتها نباهات رح تاكل كل الاكل. وهلا انا رح احط رجل الخروف لحتى تنسلق منيح.
رح تشوفي كيف رح يطير عقلك من الطعمة يا نبوش خانم. خلاص كبرت القصة براسي. ايه هلأ منزين الرز تبعنا بنعنع تازة بهالطريقة. ايوة صار منظره بيجنن. ايه بلشت عصب لأنه عمي وعشيقته تأخروا كل هالقد. آها ليكن إجوا. مرحبا. أهلين يا خانم. كيفك؟ تفضلي أهلا وسهلا. أهلين وسهلين فيكي نباهات خانم، شرفتينا. أهلين فيكي مدام، شكرا. عنك الجاكيت. يسلموا إيديكي، رح أعزبك. لا ولو. شكرا. كيف الصحة حبيبتي؟ بتمنى تكون منيحة. ايه ايه منيحة، وانتي كيف صحتك؟ وانا منيحة منشكر الله. تفضلوا ما تضلوا واقفين، شرفوا لجوا. تفضلوا. شكرا. شرف عمي. اوه شو هالصفرة الحلوة يا مديحة. عصافير بطني عم تزقزق من الجوع. اذا بتحبي منبلش بالعشاء يا خانم. تفضلوا تفضلوا. بس دي انا بهات خانم، تفضلي ارتاحي هون. معقول؟ شكرا لك. ولو شكرا. اهلا وسهلا. عمي بس دقيقة استنى. تفضل ارتاح. يسلموا بنتي. اهلا وسهلا. عفوا. وهلأ من بعد إذنكم حابة بلش هالعزيمة بشوربة المدام مديحة السبيسيال، واسم هالشوربة شو ما بدك فيها. عن جد اسمها كتير غريب، أول مرة بكل حياتي بسمع بهالشوربة. أكيد مدام، لأنه أول مرة بتنعمل بالدنيا، أنا اللي ابتكرتها. أنت ابتكرتيها؟ إيه عمي، وصدقني وصفتي هاي رح تدخل عالم الطبخ، رح صب إلك كمان. أيوة تفضل عمي، شربوها هي وسخنة لأنه إذا بردت مو طيبة. شكرا. إيه إيه شو بدكم، شربوها بقى. يلا 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 ها يلا. يسلموا إيديكي بنتي، يسلموا إيديكي. بتجنن. صحتين وهنا نباهات خانم. طالعة تاخد لعقل مديحة. تسلم عمي، صحتين وهنا. كتير طيبة، شو حاطة جوات هالشوربة مديحة خانم؟ تعرفي أنا ما رح أروح قبل ما أخذ الوصفة منك. طبعا نباهات خانم تكرم عينك. راس بصل كبير ومنحط معه كرافس، كوسة، فخذ خاروف، شو حطيت كمان بقلبها؟ فستق سوداني، وعصرت حبتين بردقان وحطيتهم فوقهم، وباذنجان وصدر دجاج. نبهات شو صار لك؟ نبهات؟ شبه نبهات؟ نبهات خانم؟ شبك نبهات؟ أنا شو صار لك؟ عندي حساسية من الفستق. شو قلتي حساسية؟ عمود الوداع. تحملي الوداع اسماعيل بيك. مديحة يلا نشوف، اتصلي بالإسعاف فورا. الوداع اسماعيل بيك. معقولة روحتي لي كل تعبي على الفاضي نبوش؟ نبهات 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 حبيبتي ردي علي. ايه خلاص فهمنا انه بدك كل الاهتمام يكون عليك. لا وبدك تكون لحالك تحت الانوار، لا تنسي معروفي رح احط لك كولونيا. الو الو مرحبا، بعت لي اسعاف عدد واحد. بسرعه بسرعه بسرعه. اخ والله مالك قليله ابدا، سهرتي اللي تعبت فيها كل هالتعب دمرتيها بحركة واحدة يا نبوش. بس أنا ما رح اسكت لك أبداً. عمي منيح اللي اجيت، تعا معي بسرعة. قعد على الطاولة وكمل أكلك. لك مديحة أنت شو قصتك؟ شو عم تقولي؟ لو وش الصبح وأنا قاعد جنب المخلوقة بالمستشفى أنا رح تموت. وشو بيعرفني إنه عشيقتك عندها حساسية من الفستق السوداني؟ بعدين لا تخاف عليها لأنه مثل القطة بسبع رواح، بتموتنا كلنا وما بتموت، وطمن عمو. ولك عيب عليك الحكي اللي عم تحكيه هاد، لبعد فرجيني خلقت هيك؟ أنا وياكي ما عاد بيناتنا لا سلام ولا كلام، أنت عدي وكلي وأنا رح أرتاح وأطلع بعد شوي من هون. والله وطلعتي مو سهلة. ليكو نبوش تبع مبارح العصر رح تزحلقني أنا من القصر.
وهذا عمي لوين بده يروح من ورا ظهري؟ معقولة اتركك عمو؟ اترك عمي لقمة سائغة للدياب وكلاب الطريق. حسن استناني. عمي شو جابه لهون يا ربي دخيلك؟ هذا بده يجيب آخرتي يعني؟ خلص جان. لك يا فتون لو سمحتي روقي شوي، حاش تعملي بحالك؟ انتي يا عمري انا شو اشتقت لك. تعي تعي. اهلين حبيبي. حبيبتي وانا اشتقت لك كمان. مرحبا اخي جان حبيبي. تعا جدي. كيفك يا بنتي الحلوه؟ بتصدقي لما انا سمعت صوتك على التليفون مسكت حالي بالزور حتى ما ابكي. جدي اطلع. ممتاز يا روح قلبي. انتي عم جد انتي ما بتتخيلي قديش انا فخور فيك يا بنتي. برافو عليكي حبيبه قلبي. ليش زعلانه؟ حدا مضايقك شي؟ جدي تعال معي شوي انا بحكي لك. شو صار؟ اسمعني فهمني ابني. بدي افهم منك، بما انك انت بتعرف مكان فتون ليش ما خبرتني ابني؟ انشغل بالي عليها كثير. اي والله يا جدي انت معك حق، لا تواخذني انا كثير اسف، بس صدقني كل يلي صار صار بسرعة كتير كبيرة، ولما لقيتها لفتون نسيت كل شيء. طيب مو مشكلة ولا يهمك. سامحتني جدي. تفضل لك تعال عود. شو عم يصير هنيك؟ طيب وابني جان شو عم يعمل مع القزمة ام قويق كمان؟ اخ منك يا عمي، انت اللي حارق لي قلبي من جوا وقاهرني. شو هاد كمان؟ لا العمى 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 يا مصيبتي، انا كان ناقصني العمى، ناقصنا فضايح. طلعت ام قويق باعتي ورا الصحافه كمان. يا حبيبتي يا فتون عم قلك اصبري شوي وعم بشوفك. مرحبا جينا على العنوان اللي قلت لنا. اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا شرفتوا. يلا زبطوا لي الكاميرا. يلا بدي كل شيء. من وين طلعوا هدول فجاه؟ انا عزمته، هذا اللي صار لي ساعه عم بشرح لك عنه. يلا خفوا يا شباب. كيف يعني؟ جاهز. انت بعتت وراهم قاموا اجوا؟ اي طبعا فتون، اول ما تطلبيهم بيجوا فورا لعندي. جنبيك انت جاهز؟ اي طبعا تفضل. واخيرا نفدنا نفدنا، ناقشت معنا هالمره عم حق شايف بعينه. سمعنا انه حضرتك هون لحتى تشارك بالاصدار الاول للروايه. الحمد لله الحمد لله. اكيد مثل ما بتعرفوا روايه فتون صدرت عن جديد، وانا متواجد هون اليوم لحتى ادعمك. مبسوطه فسعونتي؟ واخيرا. ميسون وصلوا الجماعة تبع دار النشر. يلا نحن لازم نبلش بالضيافة. يلا عيني يلا يلا أنا برجع أكون معكم. تعال ساعدني يا ميت. أهلا وسهلا. ماشي أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلين فتون خانم. شكرا لك. عن جد بهنيكي المكان هون كتير حلو. مبروك. شكرا كتير لك. طبعا هلا عم شوية سيناريوهات ورح شوف لقدام شو بصير. شو اللي عم بصير هني؟ رفيف رفيف تعي تعي. ايه؟ هذا انت خالة مديحة؟ تعي تعي قربي لهون. خالة مديحة شو بكي؟ ولك تعي انت شو عم تعملي هون؟ انا ولا انت خالة مديحة؟ انا لحقت عمي الخرفان ولقيت حالي هون، والشي اللي شفته انه الامور فاقت توقعاتي. شو عم بيصير طيب؟ ما عندي اي فكرة عن الموضوع، الكاميرات والمصورين معبين المكان. يه؟ اسمعي شو بدي اقلك بنتي، هاي الفرصة الذهبية لازم تستغليها. يلا. متحمسة كتير لانه هي اول رواية لإلي، وبتمنى انه تنال اعجاب القراء وتصلهم عاطفتي من خلالها. ان شاء الله. عفوا اذا بتريد ممكن تمرقني. يه؟ هي رفيف جوفيني. هلا شو جابون هلا؟ اجت مرته اجت مرته. يلا تعو تعو بسرعة. يلا خلونا نلحق هون لازم نعرف شو القصة. رفيف ومديحة خانم معه. بسرعة بسرعة جهزوا لي الكاميرات لهون. يلا جاهزة جاهزة جان.
شو جاب لهون؟ ما بعرف يا فتون، الكاميرا ما بعرف أبدا. جاهزة كل شيء جاهز. خلص انت خليكي هادي ماشي، أنا رايح أفهم كل شيء. مرحبا. يا أهلين. ممكن مقابلة بسيطة مع حضرتك؟ حبيبتي. حابين نوجه لك شوية أسئلة. اللي بدك يا ممكن ناخذ الكورس. اي طبعا انتي لا تقلقي هشام بحل الموضوع. ممكن نعرف صراحة شغلة حلوة انك تهتمي بالأمور الثقافية. يا جماعة أنا آسف، ممكن تمرقوني لو سمحتوا؟ رفيف انتو شو عم تعملوا هون؟ فيني افهم انت وامي شو جابكن لعنا؟ كنت جاي اشوفك وظاهر اجيت بالوقت المناسب. حتى انا ما كان بيطلع بايدي اصنع هيك صدفه. حضرتك جاي كرمال ترويج الروايه؟ لا مو هيك القصه، انا اجيت لاخذ زوجي، وطبعا هو لبى دعوه دار النشر بس صار لازم نمشي. بس نحن منعرف انه انتو كنتوا رح تنفصلوا، في مستجدات جديده نحن ما منعرف فيها؟ ايه اكيد طبعا، فيك تقول انه نحن عم نرجع. فيك تعطينا تفاصيل اكثر؟ ولهذا السبب حضرتكم هلا مع بعض؟ بعدوا لي شوي، بعدوا من وشي شوي، بعدوا. زعلوا البنت. جانبيك اذا بتريد مدام رحمه، بس جاوبيني على كم سؤال. ليكي كمان ما رضي ياكل هالمره؟ ليك عمي ليكون عامل رجيم هالولد. عامل رجيم مكتر، رجيم بالعشق والحب. آخ يا عيوني، آخ آخ صفيان على نص الولد، صفي جلدي على عظم ابني من قلة الأكل. يا عمي ابني اللي مثل الوردة نشف جسمه ورح يطق من نحفة. لك مديحة فهميني شو عم تعملي؟ عادي عم بندب حظي يا عمي. لك مو أنت اللي تمسخرتي قلت إنه يمكن عامل رجيم، لشو عم تعملي الحركة؟ ما تمسخرت، مفكرني ما بعرف انه ما عم ياكل من قهره؟ بس ما حدا وصله لهون غير هديك القزم اللي مالي نفس شوفه بنوب. انتو كلكم وصلتوا جهن لهي الحاله، ولا صلحي لشوف، انا رايح. ايه لوين رايح عمي؟ ليكون لعند نبوش، طلعت من المستشفى. شو دخلك مديحه؟ شو دخلك؟ عمي لا تكون لساتك متضايق مني مشان موضوع نبوشه. اوف. ابني عنده إدمان على هديك القزمة، وعمي لقى حبيبته نبوشة ونسيني، وأنا بقيت وحيدة بهالبيت، شو بدي أعمل بحالي؟ جيت أنا هون مديحة خانم، أنت لا تقلقي. برافو ناجية برافو، رشي كولونيا لقلك رشي. بدك كمان؟ لك حطي قد ما فيكي ناجية، حاسة حالي بدي غوطن. شمميني اهدي شمي. ايه هذا اللي صار ناجية. وشو بتقلي بعدين؟ بوتوكس؟ مين بوتوكس مديحة خانم؟ لكان عن مين قلنا ساعتين عم نحكي هون؟ صار لي من الصبح عم بحكي لك عنا، مسمينا بوتوكس بيناتنا قرارات البلد. لك بتكون نفسها برهان اللي بتحط عدسات واللي شكل وشها مثل البطاطاية المبعجرة. انت عن جد ما خرجين حكى معك على العالم ناجية؟ مخك ما له شغال ابدا، عطيتك كل المعلومات وانت مسطلة وعم تقولي لي مين بوتوكس. مو هيك مديحة خانم، بس تركت طفلة. خلص ناجية فهمت عليكي، قومي روحي اطبخي انت، ما خرجين حكى معك بنوب. احسن شي حاكي حالي مثل المجنونة، يعني على القليلة بعمل ردة فعل لو كانت كذب. بشو بدي سلي حالي انا هلا؟ قوم العب طاولة على الانترنت مثلا، يعني مثل المتقاعدين. ساعة تنتين، حابب كون انا وياكي على البحر ناجي. يا الله ناجي بده يانا نقعد على البحر انا وياه. بلاها لعبة الطاولة، رايحة هلا بموعد. ناجية خبري السيارة تحضر الشوفير بسرعة. ناجي. أنا فوراً إجيت. إيه كنت رح طق من مللي بالبيت لدرجة إني كنت قاعدة عم بتحدث أنا وناجية. منيح اللي دقيت، شو رأيك نطلع نتعشى بشي محل وبعدين منروح على السينما؟ مديحة تركينا من السينما هلأ، طلبت شوفك لحتى نحكي بشي تاني. أكيد بدك تقعد تحكي لي عن حبك وعشقك إلي، مليت من الحكي أنا، خلينا نغير الموضوع هالمرة. لا مدوحة مو هيك القصة. شو لك عم فقعت لي مرارتي؟ أنا بدي ننفصل يا مديحة، يعني صح نحن انفصلنا من قبل أكثر من مرة، بس هالمرة غير. بدي إنهي هالعلاقة وما عاد أتراجع بنوب. مديحة
مديحة أنت منيحة؟ يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.